أول شهداء الزيارة الأربعينية. دبابات وطائرات ميغ 23 وقوات خاصة وجهاز مخابرات واستخبارات واللواء المدرع العاشر، كل هاي الأجهزة الأمنية والمعدات والأسلحة المختلفة من تشوفها تتخيل أكو دولة راح تدخل حرب كلش قوية. بس الغريب كل ذني جهزاً والنظام دخل إنذار بس ماكو أي حرب. يوم 4 بشهر الثاني بسنة 1977 واللي صادف بالهجري 15 صفر، يعني قبل الزيارة الأربعينية بخمس أيام، توجهت مجموعة من الناس من مدينة النجف وتحديدا من مناطق البراق والمشراق والحويش وغيرها من المناطق بمواكب تهتف اسلامنا ما ننسى اي سوية بعثية. هنا المفروض الحزب المؤمن يكيف ويفرح باعتبار هذا الشعار مو طائفي ويخص الاسلام بصورة عامة، بس عود ليش اختنق من هالشعار ما اعرف. السؤال الاهم هو ليش اصلا انرفع هذا الشعار؟ هذا الشعار انرفع بعد ما قرر النظام البعثي منع كل الشعائر الحسينية واللي يعظمها مصير الاعدام والقمع هو وعائلته. لذلك جهز الطيران والدبابات وقوات الحرس الجمهوري وصارت انتفاضة معروفة باسم انتفاضة صفر سنة 1977، واعتقل من اعتقل وأعدم من أعدم أثناء المسير، واللي من ضمنهم أول شهداء الزيارة الأربعينية الشهيد ناجح محمد الأسدي والسيد محمد الميلاني والسيد سعيد البلاغي اللي استشهدوا عمره 14 سنة. وهذا الشيء دفع غيرهم من الشباب وكبار السن من الالتحاق بالزيارة. زين أنا أريد أسأل سؤال بريء شوية، حزب البعث مو من ضمن شعاراته مفردة الحرية؟ إذا باوعنا التعامل هذا الحزب ويا هذا الحدث بس من زاوية قانونية، راح نشوفه يتنافى ويا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي اعتمد سنة 1948 واللي تنص منه المادة 18 أنه لكل إنسان الحق في حرية اعتناق الدين. بالأخير مو كل الحكم لازم نصدق بيه، مثلا التاريخ مو شرط يعيد نفسه، والدليل القوات اللي تم تجهيزها لقمع الزيارة الأربعينية اليوم تغيرت ونشوف أكو قوات وأجهزة أمنية تحمي الزوار، بحيث هم سبب كبير خلى هاي الزيارة تصير أكبر مؤتمر عالمي لنبذ الطائفية والدعوة للوحدة الإسلامية والإنسانية وصناعة الخير. وسلموا لي على الزمن الجميل.